أخبار اليوم. وأي حد زي مدحت شلبي كلامه واضح، عايزين نقعد معاهم، عايزين نتحاور. يا عم مدحت واحنا شايفين في كباريب النقط، تحاور مع الوطنية؟ اقعد انت تحاور معاهم خلاص. لبنا الشرع في قتل وزير اسمه عمرو فاروق، اقتحموا النادي الاهلي، ولعوا اتحاد الكوره، ولعوا اتحاد الاتحاد. انا عايز اعمل معاهم حوار ايه؟ انا جيت ناس بالجبنجات اتحاور معاهم؟ قصه انتهت يا مدحت، خلاص ايه ده بقى؟ ايه ده الملايين اللي بتاخدها دي؟ الدوري اللي كان باظ النهارده مش هتاخد حق، خلاص هتقعد في البيت. خليك مقاطع، هتقعد في البيت والله يا مدحت. حتى الصبغه، حتى الصبغه، فلوس الصبغه مش هتلاقيها، مش هتلاقيها. اوعى تتكلم تاني بحذارك عن جماعه عربيه مسلحه، لان القانون وانت راجل قانون بيحذر من الترويج لجماعه عربيه مسلحه. انت بتروج لهم، الناس كلها واخده موقف.